ماده ضركت اياها تعود تتاثر بهذه الحرب اللي كي قلت لك 25% من انتاج القمح يتعدلها الدولتين الان اللي بحاله حرب. اللي بحاله حرب اعلن ما مقبول مطلقا يطلع سعرهم في هذه الفتره، لان اللي موجود منهم ضرك قطع السابق تاثيرات هذه الازمه، ولا مقبول يحتكروا ولا مقبول تصدر منهم حبه واحده. وهذا الدوله بكافه اجهزتها لا تعبئ، اياك تحترم هذه الاشياء المساطر الثلاثه. اي ارتفاع اصلا مقبل قد يكون مبررا، دوله مولي لا يتحمل لا تقبل كل الاجراءات، اياك ما يتاثروا منه المواطنين، وخصوصا المواطنين اللي عديمي الدخل واقل دخل ما يتاثروا منه مطلقا، والاخرين مولي يخفف عنهم التاثير، ما امكن ذلك. اشكرك.